وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من أبو ظبي سعادة السفير الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. مرحبا بك معنا سعادة السفير في نشرة الأخبار، ولو تحدثنا سعادة السفير عن مآثر فقيد الأمتين العربية والإسلامية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، إضافة إلى العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. مرحبا أخي العزيز، حقيقة يعني بقلوب مؤمنة وقضاء الله وقدره، ويبالغ الحزن والأسى تلقينا وفاة رئيس الدولة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وبهذا المصاب الجلال حقيقة نتقدم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وإلى عموم عائلة آل نهيان الكرام وحكام الإمارات وشعب الإمارات الشقيق بخالص العزاء والمواساة في هذا المصاب الجلل، وأسأل الله العلي القدير أن يتقمن الفقيد واسع رحمته وأن يسكن فسيح جناته ويلهمه الصبر والسلوان. حقيقة بالأمس كان يوم حزين علينا جميعا، الإمارات والأمة العربية والإسلامية ودعت أبا وقائدا وإنسانا ظل حريصا ومبادر لكل ما يحقق الخير والعطاء ويجسد الصدق والوفاء من أجل أبناء شعبه، وقد أكمل بكل إخلاص وإصرار مسيرة الوحدة والاتحاد، وطبعا مستذكرا السيرة العطرة لسموه، فهو الذي حمل على عاتقه استكمال مسيرة القائد الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة المغفور له بإذن الله تعالى والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وحرصه على استمرارية المنهج المتبع في تقوية تعزيز العلاقات الأخوية بين كافة الدول الخليجية والإسلام والعربية والإسلامية، ولا شك علاقته بمملكة البحرين علاقة خاصة، ودائما حريص على أن هذه العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين مبنية على القربة ورابط الدم والتاريخ والتقارب وبينهما التنسيق الدائم. طبعا الروابط الأخوية المتينة التي تجمعهم وإيمانهم بوحدة المصير المشترك تعتبر متانة العلاقة الثنائية البحرينية الإماراتية، كانت وأبدا دائما نموذجا في الوحدة الخليجية والشراكة الاستراتيجية المتميزة القائمة على أسس من الود والاحترام المتبادل ورابطة الدين والدم والتاريخ والمصير الواحد. وأيضا بهذه المناسبة أود أن أتقدم بخالص التهاني وأطيب الأمان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، فسموه خير خلف لخير سلف في مواصلة النجاح والإنجاز، متمنين لسموه الكريم التوفيق والسداد في هذه المرحلة المهمة من تاريخه لمواصلة مسيرة الخير والرخاء والبناء والتطوير الذي شيد بنائنا من راسخ وأرسى أساسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، واستكملها الابن البار الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمهم الله. نسأل الله العلي القدير أن يوفق صاحب السمو الشيخ محمد زايد آل نهيان لما فيه خير وصلاح ورفعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والله ولي التوفيق، وإحنا أهل البحرين دائما سند وعون لهم في كل المحافل إن شاء الله. إن شاء الله. رحم الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأدام العلاقات الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين بدولة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي سعادة السفير الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، شكرا جزيلا لك.